نضرب بيداني والروح نقدم بعد 6 شهور نصف عام من التظاهر اليومي. ناس عم تتجمع بزخم شديد باندفاع أقوى بسلمية أكثر وإصرار على السلمية أكثر. بعد 6 شهور النظام مش قادر يعمل شيء، ما عنده غير الدموية أصلاً، هو نهجه معروف شو هو، واليوم كان في لافتات بهالخصوص، نهج النظام الدموية ونهجنا السلمية. سلميتنا مستمرة، رح نضل لو مش 6 شهور لو أكثر من هيك لحتى نوصل طول ما نحن الأهداف اللي طالعين من شانها. بالقطع السلمية هي مصدر كل قوة، الإنسان مفطور على السلم والسلام على المحبة، هكذا هي رسالة الإنسان. قطعا السلاح قوة الضعيف، قوة المستبد، لن نكون إلا سلميين، قوتنا في سلميتنا، لن نسمح بالعسكرة. أنا من أول يوم وأني بهاي الساحة وعم نطلب نحن تكون سلمية دائما، مهما الناس قالوا في سلاح نحن ضد السلاح، نحن أجينا على هذه الساحة لحتى نطالب بحقوقنا من التعسف، من الاضطهاد، من الاعتقالات، على الرغم أنه مش خايفين، حاسبين حساب، بدهم يعتقلونا، بدهم يضربونا بالقنابل، بدهم يضربونا بالبراميل، لكن نحن مستمرين بسلميتنا. بسلمية وعفوية طبعا، ضد الطغاة أكيد وإسقاط النظام، الهدف من إسقاط النظام، لأنه طبعا نحن مستمرين بالسلمية، مش رح حدا يستفزنا بأي شيء، ورح نسقطهم الله راد. هلق سبب استمرار الساحة هي سلميتها، ورح تضلها مستمرة بسبب سلميتها. هلق عم نسمع أصوات أنه عم الطالب بمنحة ثانية غير السلمية، وهذا الشيء مرفوض بالساحة وبالسويدة على مستوى عام. يعني نحن برجع بكرر، سبب استمرار الساحة لمدة 6 شهور هي السلمية، وهي عنواننا الأساسي وراح تضل بهالأساس مكفية إنه نحن سلميين. وهذا الشيء أزعج النظام، السلمية يعني هي مقتل للنظام، عم يحاول يعسكرها، عم يحاول يخليها صدام مسلح. بإذن الله بوجود الوعي اللي عند الشباب موجودين بالساحة هون، موضوع السلمية هو نهجنا ورح نظل مستمرين فيه لآخر نفس. نحن الميزة الأولى اللي ميزت حراك سويداء كانت السلمية، وما زلنا متابعين بذات السلمية، مع أن نحن أي نية أو أي تفكير مهما البعض حاول بث الفتنة وعسكرة الحراك ويقودونا لشيء لا تحمد عقباه، نحن محافظين على سلميتنا لما أثبتت جدوى جيدة وحسنة في نظر كل العالم، لذلك نحن ما زلنا محافظين على سلميتنا.